السلام عليكم أعزائي التلاميذ. إذا سوف نتمم الحصص الخاصة بمادة الفيزياء والكيمياء جد مشترك علمي. شفنا درس التوتر الكهربائي، شرحنا جميع الفقرات ديال الدرس. بقينا لنا فقرة أخيرة باش نقوم بإتمام هذا الدرس، اللي هي ما يسمى بالتوتر الكهربائي المتناوب، أو لا ما يسمى بالمتغير. قبل ما نشوف هذه الفقرة، كنعرفوا بأن أنواع التيار الكهربائي هي نوعين. هناك تيار كهربائي مستمر، وهناك تيار كهربائي متناوب. كيفاش كنفرق بين هذا التيارين؟ هناك طريقة، يعني نعتمد بواسطتها على جهاز يسمى جهاز راسم التذبذب. هذا الجهاز يعني على هذا الشكل، يحتوي على ماذا؟ على يعني شاشة مدرجة، خط أفقي وخط رأسي. يحتوي على زرين هما اللي كيهمونا بالضبط في هاد راسين التذبذب، زرين مدرجين. يعني ممكن نضبط هاد الزر على أي قيمة بغيت. وهناك مربطين، هذا المربط سوف نسميه إيكغيك، يعني يسمى المدخل. وهذا المربط عنده هذا الرمز، يسمى ماذا؟ بالهيكل. يعني بالنسبة للإيكغيك يسمى المدخل، وهذا الرمز يسمى ماذا؟ بالهيكل. بالنسبة لهذا الزر يسمى اس اف في، شنو كنقصد بالاس اف في؟ يسمى بالحساسية الرأسية. يعني الحساسية الرأسية كتحكم لنا في تدريجات هاد المحور الأفقي. بالنسبة يعني هو هي الوحدة ديالها هي باش بالفولت بار ديفيزيون، يعني الفولت على كل تدريجة، يعني كل تدريجة كم تمثل بالفولت. هذا الزر يسمى اس اش، يسمى ماذا؟ ب اس اش يسمى بالحساسية الأفقية. يعني هذا الزر هذا كيتحكم في التدريجات اللي عندنا هنا أفقيا بالنسبة للمحور الأفقي. وحدة ديالها هي السكوند على الديفيزيون، يعني سكوند على كل تدريجة. مثلا إلا ضبطت مثلا هذا الزر على القيمة 1 فولت، اش كيعني؟ كيعني بأن كل تدريجة تمثل 1 فولت. مثلا 0 1 2 3 4، 0 -1 -2 -3 -4، وهكذا. مثلا إلا ضبطت هذا الزر، زر الحساسية الأفقية، مثلا ضبطت على قيمة 0.5 سكوند، يعني كل تدريجة هنا تمثل 0.5، 0.5 1 1.5 سكوند، وهكذا. بالنسبة لطريقة استعمال هذا الجهاز، مثلا إلا خديت عمود مثلا بغيت نعاين التوتر بين مربطي هذا العمود، شنو كندير؟ كناخد يعني دائما بالنسبة للقطب الموجب للعمود، فإن أقوم بربطه بواسطة المدخل. يعني دائما المدخل نقوم بربطه يعني بالقطب أو بالنقطة المرتبطة بالقطب الموجب للعمود. بالنسبة للهيكل هو دائما نقوم بربطه بالهيكل، يعني القطب السالب يربط بالهيكل دائما. يعني إيكغيك المدخل إيكغيك يربط بالقطب الموجب المولد، والمدخل دائما نربطه بالقطب السالب للمولد. حنا ما غاديش نبقاو ديما نديرو هاد التمثيل، يعني ضروري خصنا نبسط التمثيل. مثلا إلي عندي هكذا الشكل، وبغيت نرسم جهاز راسم تذبذب، ماشي غادي نعاود نرسم الجهاز هنا وهكذا. سوف نقوم بتبسيطه على هذا الشكل، يعني القطب الموجب يربط بالمدخل والقطب السالب بالهيكل. يعني هذا الرمز هو تمثيل مبسط لماذا؟ لراسم تذبذب. وبواسطته نعاين ماذا؟ يعني التوتر بين مربطي العمود. اشنو كنحصل؟ ولاحظ على الشاشة خطا ضوئيا، هيبان لي واحد الخط ضوئي هكذا، يعني أفقي وموازي للمحور الأفقي. اش كيعني هذا؟ كيعني بأن التوتر بين مربطي
العمود هو توتر يعني مستمر، يعني القيمة ديالو ما كتغيرش مع الوقت. مثلا في هذه اللحظة القيمة ديال التوتر هي النقطة، في هذه اللحظة القيمة ديال التوتر هي القيمة، في هذه اللحظة القيمة ديال التوتر هي القيمة، وهكذا. مثلا إذا كانت ضبط الحساسية الرأسية على القيمة 1 فولت، يعني هنا عندي 1 2 3، يعني التوتر بين مربطي العمود وشحال هو 3 فولت. مزيان. دابا الآن غادي نمر إلى حاجة أخرى، يعني غناخد واحد العمود آخر أو واحد المولد آخر اللي كيتسمى يعني مولد للتوترات، مولد الترددات المنخفضة جي بي اف، جينيراتور دو باس فريكونس، يعني مولد للترددات المنخفضة. بغيت أنا نعاين التوتر بين مربطي هذا المولد أو هذا العمود، شنو كناخد؟ غناخد مثلا جهاز راسين تذبذب، مثلا كنعتبر بأن التيار كيخرج من هذا القطب ويمشي للقطب الآخر، يعني هنا مثلا هنا هو القطب الموجب وهنا القطب السالب. إذا هاد النقطة هذه سوف أربطها مع ماذا؟ مع المدخل إيكغيك، يعني لأنها مرتبطة بالقطب السالب من الموجب، من هنا كيخرج التيار، وهنا غترتبط مع ماذا؟ مع الهيكل. إذا عندما أقوم بربط راسي متذبذب أعاين التوتر بين مربطي هذا المولد، ماذا سوف ألاحظ على الشاشة؟ غنلاحظ يعني شكل آخر مغاير تماما للشكل اللي حصلت عليه بالنسبة في استعملت مولد المستقطب اللي عنده قطب موجب قطب سالب. غنلاحظ هذا الشكل، يعني منحنى على شكل تموجات، في الرياضيات كتسمى دالة جيبية. إذا هذا التوتر هو توتر متناوب جيبي، بالنسبة للتوتر الآخر هذا يسمى توتر مستمر، يعني القيمة ديالو ما كتغيرش كتبقى ثابتة. هذا توتر متناوب يعني القيمة ديالو كتغير مع الوقت. لاحظوا مثلا في هذه النقطة، هذه مثلا في هذه النقطة يعني التوتر كان هنا عنده أقصى قيمة، في هذه النقطة كان التوتر منعدم، في هذه النقطة كان التوتر أو في هذه اللحظة كان التوتر ماذا؟ يعني سالب، وهكذا. يعني يسمى توتر متناوب جيبي. باش كيتميز التوتر المتناوب جيبي كنلاحظوا بأن التوتر كيوصل كيطلع لأعلى قمة، أعلى قيمة كيوصلها وكيرجع، نفس الشيء كيوصل إلى أدنى قيمة وكيرجع كذلك كيتساقط. إذا هذا التوتر هذا يسمى ماذا؟ يو ام. ما هي يو ام؟ تسمى يو ام تسمى بالتوتر القصوي، لا تنسيون ماكسيمال، الوحدة ديالها يعني بالفولت. إذا أعلى قيمة كيوصل لها التوتر تسمى ماذا؟ بالتوتر القصوي. هناك أيضا لاحظوا بين قمتين متتابعتين أو لا بين قمتين قصويتين متتابعتين، هذا المدة الزمنية، هذه المدة الزمنية تسمى تي. ماذا نقصد بالتي؟ يسمى بالدور تي، الوحدة ديالها بالسكوند. شنو هو الدور تي؟ هو يعني المدة الزمنية بين قمتين قصويتين متتابعتين او لا قمتين دنويتين متتابعتين او لا هكذا في نفس المنحى، مثلا من هنا حتى هنا، هذا يسمى دور، ماشي من هنا حتى لهنايا. اذا المنحى ديال التيار في هذه الحاله هو تصاعدي، فهذه النقطه يكون تنازلي، اذا هنا يكون تصاعدي. اذا من هذه النقطه لهذه النقطه يسمى كذلك دور، من هنا هنا دور، من هنا هنا دور، وهكذا. يعني خص يكون عندي ماذا؟ يعني التغير ديال التوتر يكون في نفس المنحى. كذلك يتميز هذا التوتر المتناوب بواحد القيمة كرمز لها بF أو N، تسمى ماذا؟ بالتردد، الوحدة ديالها بالهيرتز. إذا بقيتوا عاقلين بأن هذا الدور والتردد راه قريناهم ديجا في الدرس ديال الحركة الدائرية المنتظمة، شفنا الدور ديال الحركة والتردد ديال الحركة. كيفاش كنحسب التردد؟ باش نحسب التردد هناك علاقة كتربنا بين التردد والدور، اللي هي الدور F يساوي ماذا؟ مقلوب الدور. التردد F يسمى ماذا؟ مقلوب الدور، بحيث خص يكون عندنا هاد التردد بالسكوند، ضروري بالسكوند. إذا بالنسبة F التردد هو بالهرتز. جيد. مثلا إلا خديت مثلا هذا الجهاز هذا، مثلا نعطيكم مثال، خديت هنا لقيت بأن هنا عندي 2 4 6، يعني التوتر القصوي يساوي كم؟
هو 6 فولت، فولت قوسو كتساوي 6 فولت. إلا خديت مثلا جهاز راسي، جهاز فولت متر، ربطته بين مربطي هذا المولد، أعطيني قيمة، أعطيني واحد القيمة ديال التوتر بين مربطي هذا الجهاز، شحال كتساوي هذه القيمة هذه؟ تقريبا ندير عملية حسابية بسيطة، تقريبا 4.25. إذا التوتر بين مربط الجهاز عند استعمال جهاز الفولتميتر كيعطيني التوتر كيساوي 4.25. إذا لاحظوا التوتر القصوي الذي عاينته بواسطة جهاز الفولتميتر هو 6 فولت، بينما التوتر اللي عاينته أو لقسته بجهاز الفولتميتر هو 4.25 فولت، يعني قيمتين مختلفتين. إذا هذا التوتر يسمى ماذا؟ يسمى بالتوتر الفعال، كرمز دي بي او اف، يعني تنسيون افيكاس، افيكاس هي التوتر الفعال. إذا التوتر الفعال يقاس دائما بواسطة جهاز الفولت متر، التوتر القصوي يقاس دائما بواسطة جهاز راسم التذبذب. العلاقة اللي كتربط لي بين جهاز، العلاقة اللي كتربط لي بين التوتر الفعال والتوتر القصوي هي كالتالي: U efficace تساوي ماذا؟ U max مقسومة على جذر 2، يعني إذا طبقنا العلاقة ديال 6 فولت مقسومة على جذر 2 غتساوي لي شحال؟ 4.25 فولت. لاحظوا معي جيدا بأن هذا التوتر الفعال يعني نقيسه في حالة واحدة بالنسبة للتوترات المتناوبة الجيبية أو للتوترات المتغيرة. بالنسبة في الحالة ديال التوتر أو للتيار الكهربائي المستمر ما عنديش توتر قصوي. باش نفهموا مزيان شنو هو الفرق ما بين التوتر الفعال والتوتر القصوي، نعطيكم واحد تجربة بسيطة جدا. ناخذ مثال توتر كهربائي منزلي أو لتيار كهربائي منزلي. عندي مثلا مصباح اشتغل في دارة كهربائية منزلية، إلا خديت جهاز الفولتميتر جهاز الفولتميتر وقست التوتر بين مربطي المصباح غلقى غيشير لنا الى 220 فولت. اذا التوتر فعال يعني التوتر اللي كتشتغل به كيشتغل به المصباح، يعني التوتر الفعلي خدام به المصباح او التوتر باش خدام المصباح ديك اللحظه هو 220 فولت. بينما الى خديت جهاز راسم التذبذب وعاين التوتر بين مربطي المصباح كنلقى بأن التوتر كيوصل إلى قيمة قصوية اللي كم 311 فولت. اش كيعني هذا؟ كيعني بأن هذا المصباح كيشتغل في تلك اللحظة بتوتر تحت التوتر 220 فولت وتقدر يفوت 220 فولت، يعني مثلا يوصل حتى 311، أقصى توتر ممكن يوصل ليه، أقصى التوتر ممكن يوصل ليه المصباح هو ماذا؟ هو 311 فولت، يعني إلا فات 311 فولت المصباح سوف يتلف. إذا كما قلنا بأن التوتر القصوي هو أقصى توتر ممكن يشتغل به واحد ثنائي قطب أو ليكون بين مربطي واحد ثنائي قطب مثلا كمصباح أو لأي جهاز آخر. إذا الآن سالينا الدرس ديال الفقرة الأخيرة من درس التوتر الكهربائي، شفنا التوتر الكهربائي، شفنا العلاقات ديال التوتر الكهربائي، كيفاش كنستعمل جهاز الفولتميتر، كيفاش كنطبق العلاقه اللي كنحسب بها التوتر الكهربائي، شفنا الارتياب المطلق والارتياب النسبي. الان شفنا في هذه الحصه التوتر الكهربائي المتناوب. اذا غيبقى لنا سلسله ديال التمارين، غنحاول نختار لكم تمارين، غادي نخلي لكم تمارين وغنجاوب لكم على تمارين، كل تمرين غنجاوب عليه كل سؤال نجاوب عليه، نخلي لكم يعني إجابة هنا في الفيديو، وشكرا.